مشاهدينا الكرام، كان هذا الحديث عن أحد المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الأردني، البطالة. ونتحدث الآن عن الاقتصاد ككل. هنالك الحقيقة العديد من الإشكاليات في إطار التشخيص، الآن في إطار العلاج. مطلوب من الحكومة صحيح أن تجد العلاج اللازم، أن يساهم بذلك السلطة التشريعية، كذلك الحال مؤسسات المجتمع المدني يفترض أن يكون لها دور. ولذلك كان مركز دراسات الشرق الأوسط ساهم بالتشارك مع مجموعة من الخبراء الأردنيين في المجال الاقتصادي بإعداد وثيقة. هذه الوثيقة كانت حول واقع وأفاق الاقتصاد الأردني وسبل مواجهة ما يتعرض له من أزمات بمنهجية واقعية. وأنا أتحدث أو حسب ما تحدثت الوثيقة عن تعافي خلال 2019، يعني احنا مش خطة عشرية او عشرينية طويلة الامد، لا، ممكن ان تبدأ نتائجها بشكل سريع. للحديث اكثر عن هذه الوثيقة اسمحوا لنا ان نرحب باحد الخبراء الاقتصاديين الذين ساهموا باعدادها، وهو رئيس جمعية الرخاء لرجال الاعمال الاستاذ فهد طويلة. استاذ فهد، مساء الخير. مساء النور، الله يعطيك العافية يا رب. تحياتي للجميع. الله يعطيك العافية أستاذ فهد. يعني وثيقة الحقيقة كانت لافتة، أنها فيها تشخيص وفيها حلول وفيها أيضا سرعة في النتائج حسب التوقعات. تحكي لنا أكثر عن وثيقة مركز دراسات الشرق الأوسط أستاذ فهد. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية كل الشكر لقناة اليوميوك على يعني اهتمامها بمثل هذه الأمور اللي هي تعتبر من المفاصل الرئيسية في حياة المجتمع الأردني. القطاع الخاص يعني من بدايات يعني خلينا نشأة الدولة هو أحد الأركان الرئيسية في رسم السياسة الاقتصادية للدولة. نعم. طبعا خلال الفترات التي يعني مرت عليها المملكة الأردنية الهاشمية في السنوات الطويلة كان له دور بارز في هذا الموضوع، لكن في الحقيقة خلينا نعترف أيضا أنه في السنوات الأخيرة تقلص دور القطاع الخاص بشكل كبير من جهتين، من جهة الحكومية بقلة التشاور مع القطاع الخاص والأخذ بآرائه في كثير من المواقف، وأيضا لقصور القطاع الخاص أحيانا عن تقديم حلول أو المساهمة في تقديم حلول يعني ناجعة لبعض الإشكاليات التي كانت موجودة. من هذا الباب تداعى مجموعة من الخبراء ويعني تم استضافتهم في مركز دراسات الشرق الأوسط منذ تقريبا بدايات هذا العام. نعم. بما هو دور القطاع الخاص فعليا في تخفيف الأزمة الاقتصادية. وساهموا فيها مجموعة من الخبراء، ويعني تشرفنا نحن في جمعية الرخاء أن يكون لنا ورقة نقدمها، وبعد ذلك طبعا خرجت التوصيات من هذه المؤتمر او هذه العمل. فهمت منك الان استاذ فهد انه العمل بدا من بدايات العام، يعني مش مساله يوم ويومين. هي فعليا نعم، هي فعليا بدات من شهر 2 و3 تم الاعداد للورقه والاتفاق على محاورها، وبعد ذلك طبعا تم اللقاء والخروج بالنقاش والتوصيات اللي تم فيها. يعني خلينا نحكي اكثر من 3 أشهر من العمل لاعداد الوثيقه. شيك؟ نعم. إذا تسمح لي أحكي بشكل سريع مشان ما يعني الصحيح المستقبل لحل وضع الاقتصاد الأردني. عندنا مجموعة من التحديات والمخاطر اللي نعتبرها يعني الآن يعني تشكل عصب لابد من الانتباه له. أولا هو هناك حالة من التشاؤم على جميع الأصعدة، سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام. نعم. ثانيا هناك آمال ضعيفة في الخروج من نفق الضيق الاقتصادي، يعني الناس صار عندها الآن شبه يأس إنه يعني هل ممكن نخرج بعد سنة بعد سنتين. النقطة الثالثة حقيقة هناك ضبابية في مقاومة الفساد والترهل الإداري، يعني ليس لا يوجد خطة واضحة للتخلص من هدول النخرين الذين ينخروا حقيقة في جسد الاقتصاد الوطني. رابعا خلينا نعترف أيضا هناك انسحاب عربي من مسؤوليات تجاه الأردن وقضية العادلة لفلسطين. وهناك أمر دولي لتشديد الخناق على القرار الأردني، يعني نحن من الداخل نشعر بالوهن ومن الخارج نشعر بإما انسحاب عربي أو تآمر دولي. هذول الأمور كلها خلى يعني الأخوة اللي كانوا يعني مطلعين أو مساهموا في النقاش في إنهم يبحثوا في شيء سريع من باب إنه لازم إحنا لا نحتاج خطة 5 وخطة 10 وكذا. طبعاً أهمية مثل هذه الخطط يعني هي على المدى البعيد، هي هذه تبني بشكل دائم. لكن الوطن الآن بحاجة ل يعني خلينا جرعة علاج سريعة. تركز المحور الحديث كلاته انه لابد من خلق خطاب اقتصادي واقعي تطميني يساهم في تفهم التحديات وتشخيص الواقع
ثم يعني منهجية طبعا تكون واقعية أيضا، ما بدنا نحلم أحلام، بحيث بالفعل هل نستطيع أن نبدأ بالتعافي؟ نبدأ بالتعافي، ولا لو إحنا لا نطلب التعافي خلال عام 2017، لكن على الأقل أن نبدأ بالتعافي خلال عام 2017. حقيقة كان في هناك إجماع من كل المشاركوا في هذه الورشة إنه نعم الأردن يملك من مقومات الإمكانية، موجودة متوفرة يعني. نعم متوفرة، وهناك أيضا أدلة على هذا الموضوع. ما زال المواطن الأردني واعي تماما لحجم التحديات الموجودة في البلد، ما زال في هناك بعض الصناديق ومنع على رأسها صندوق الضمان الاجتماعي، نعم، على يعني بعض الملاحظات الموجودة، لكنه يعتبر من الصناديق السيادية والتي يشكل تسع مليار دينار، رقم ضخم جدا يمكن أن يساهم بشكل مباشر فيه دفع عجلات التنمية إن شاء الله في هذا الوطن الغالي. تركزت التوصيات، مشان ما نتكلم فقط عن المخاطر والتحديات، تركزت التوصيات على مجموعة من المحاور والتي فعليا تساهم أو يمكن أن تساهم بشكل مباشر. أولا لابد من ترجمة واقعية للرؤية الملكية في من خلال الأوراق النقاشية اللي طرحها جلالة الملك أكثر من مرة، وكان بعضها بتحدث عن الجوانب الاقتصادية، وأنا بعتبر هذا هي عبارة عن الظهر الذي يسند أي قرار حكومي وأي قرار يتخذ القطاع الخاص، بما أنه يعني أعلى سلطة في البلد هو يعني داعم لمثل هذه التوجهات، يعني معنى هذا الكلام أنه نستطيع أن نحتكم في أي قصور يتم من خلال أي حلقة من حلقات العمل، نحتكم إلى يعني رأس كبير يساهم في تذليل العقبات التي تعترض هذا الأمر. الأمر الثاني حقيقة لابد من التوسع في تسهيل وتشجيع الاستثمار. هذه النقطة هي فعليا تخفف البطالة من جهة، وتساهم في دعم التصدير من جهة أخرى، وتوفر إيرادات ضريبية للحكومة. طبعا التساهل التسهيل وتشجيع الاستثمار، هناك عدة أمور لابد أن ننتبه لها. هناك لابد من توحيد المرجعيات التي تنظم وتشرف على قطاعات الأعمال والفرص الاستثمارية. لابد من مناقشة للسياسة النقدية مع المؤسسات ذات الصلة والعمل على خفض سعر الفائدة الذي يساهم في تسهيل هذا الاستثمار. ونحن لا نتكلم عن الاستثمار الخارجي لوحده، نحن نحتاج توطين للاستثمار المحلي أولا، ثم استقطاب للاستثمار الخارجي. جميل. فلابد هذول المحورين أن نركز عليهم. أنا ما بيهمني فقط أجيب المستثمر من الخارج على أهميته طبعا، ويعني ضرورة أن يكون موجود، لكن المستثمر المحلي يهرب أن نوطن هذا المستثمر المحلي ونسهل له بقاءه في هذا البلد. لابد من مناقشة السياسة النقدية مع المؤسسات ذات الصلة والعمل على خفض سعر الفائدة. لابد من معالجة الدين، وهناك يعني عدة إجراءات ممكن أن تتم، بداية تشجيع الصادرات أنه نعطيه إعفاءات مميزة. إحنا مشان نخفض الدين لابد من أنه نزيد العائد السنوي، مشان نزيد العائد السنوي معناته لازم نزيد الضرائب. زيادة الضرائب لوحدها على المواطن هتقتل كاهل المؤسسات. أنا ما بدي أزيد الضرائب، أنا بدي أزيد كمية الضرائب اللي بدها تجي للدولة. زيادة كمية الضرائب أن أخلي هذا الإنسان المستثمر الصانع الزارع مؤدي الخدمة أن يكون هناك عوائد له. إذا تحصلت هذه العوائد سيدفع المواطن طواعية الضريبة التي تتحقق. مجموع هذه الضرائب ستكون أعلى من زيادة نسبة الضرائب بشكل مباشر على أي قطاع من القطاعات. جميل. يعني باعتقادك هذه الخطوات، اللي انا عم نحكي عن خطوات ونحكي عن لغه ارقام ونحكي عن متخصصين واقتصاديين، الحكومه كيف تلقفت يعني هذه الوثيقه وهذا الجهد على مدار يعني مش يوم ولا اسبوع، على مدار شهور اقتصاديين اردنيين طواعيه يقدموا حلول الحكومه للمصلحه العامه ومصلحه الاقتصاد الاردني؟ في الحقيقه يعني اول ما خرجت التوصيات بشهر 4، اول ما خرجت التوصيات من يعني من هذه الورشه، تم صياغتها بشكل يعني مرتب وتوصيلها مباشرة لرئاسة الوزراء من خلال وزير الصناعة والتجارة. لكن خلينا نعترف أن تغير الوزارات أحيانا بسبب يعني بطء في تقبل مثلها أو يعني متابعة مثل هذه الأمور. لابد من أنه نظل نتابع حتى نصل إن شاء الله تعالى. إحنا أملنا في وطننا كبير، ويعني رؤيتنا للإصلاح في هذا الوطن ليست بعيدة بإذن الله عز وجل، لكنها تحتاج إلى صرف وتحتاج إلى يعني إلحاح حتى نصل إن شاء الله تعالى إلى مطلقنا. لابد في نقطة لابد أن نذكرها في هذا المجال، وتسهيل تسهيل العمليات المالية والإجراءات القانونية. هناك شكوى من كثير من المستثمرين المحليين والمستثمرين الخارجيين الداخلين من الخارج القادمين من الخارج، إنه هناك
تشدد أمني زاد عن اللزوم في التعاطي مع العمليات المالية الموجودة. نحن نعلم تماما ويدرك تماما أن الأردن على بوابة من بوابات الخطر، سواء كان من جهة العدو الغاشم على أرض فلسطين الحبيبة أو من التحديات الموجودة من العراق ومن سوريا، لكن هذا لا يمنع حقيقة أن نساهم ولو بشكل مبسط في تخفيف يعني المتابعات الأمنية على الحركات المالية والسياسة المالية بشكل عام. وهذه أعتقد أن هناك مبالغة، مع حرص مع أنه يكون هذا الكلام واضح، لكن هناك مبالغة في تشديد الإجراءات مما يضعف حركة المال بين يدي المستثمرين. يعني هذه نقطة مهمة، يعني ليست على حساب بالأمن والاستقرار، ولكن بالإمكان أن يكون هناك موازنة. نعم، هي موازنة تحتاج لا يطغى جانب الأمني على جانب الاستثمار. الأمر الآخر بعد ذلك اللي هو موضوع يعني منافسة الحكومة التي يعاني منها القطاع الخاص على الاقتران من البنوك. نحن ندرك تماما أن النقد موجود بين يدي البنوك أو المؤسسات المالية بشكل خاص، وهذا النقد هو الأصل يكون متاح للقطاع الخاص بداية حتى يستطيع أن يدور العجلة التشغيلية داخل البلد. نحن نعاني كقطاع خاص من منافسة الدولة في الاقتراض من البنوك، مما يقلل فرص الاستفادة من السيولة الموجودة داخل البنوك. وللأسف البنوك يعني تسعى لربح مضمون ولو كان قليل، يعني مشاركتها مع الحكومة في هذا الاقتراض ولو كانت بنسبة أقل من النسبة التي تعطيها للنحو المقترض من القطاع الخاص، لكن تعتبر الحكومة يعني شريك ضامن، بينما القطاع الخاص شريك غير ضامن. هذا حقيقة سبب يعني بعد كبير أو فجوة كبيرة بين متطلبات القطاع الخاص وبين إمكانيات البنوك. خاصة أن معدلات النمو تتحقق على أيدي القطاع الخاص بشكل أكبر من القطاع العام. أنا بدي أشكرك الحقيقة أستاذ فهد، معلومات في قيمة جدا وجهود مباركة لكم ولجميع الخبراء الذين شاركوا. وتحتاج الدراسة حقيقة أنها تعمم بطريقة يعني على كل المؤسسات الاقتصادية، لعلنا إن شاء الله تعالى يعني بالفعل. وهذا هو الشيء الجميل، يعني أنتم الجميل بما قدمتم أنه وضعتوا حلول وحلول واقعية من خلال معرفتكم بالاقتصاد، وهذه استشارة يعني مجانية على الحكومة أن تتلقفها بشغف وبحرص على أن ترى نتائجها على أرض الواقع، وبذلك أنتم بالعكس يعني هيك صاحب القرار يكون متخذ القرار بناء على مرجعية، وهذه المرجعية هي الدوائر الاقتصادية في القطاع الخاص. شكرا جزيلا لك رئيس جمعية الرخاء لرجال الأعمال الأستاذ فهد طويلة، وعلى أمل يعني دائما إحنا في لحظة من اللحظات لا شك إنه إحنا نشعر بتشاؤم إنه المستقبل صعب، الاقتصاد بيعاني، الضغوط من واجهها من الخارج ومن الداخل، ما فيش إصلاحات وما فيش حلول وما فيش عنا موارد وما فيش عنا نفط وما فيش غاز، على أساس إنه هذا الكلام دقيق، ولكن الآن هذه الوثيقة نحكي عن حلول منطقية بدون ما تتحرر فلسطين وبدون ما تنحل مشكلة سوريا والعراق وبدون ما ضروري نكتشف النفط والغاز، كل هذا بيسهل وبيساعد، ولكن بنقول انه احنا في امور واقعية بقرارات. يعني هذا كم تكلفة هذه الوثيقة؟ لا شيء كونها تطوعا من اشخاص غيارة على الوطن عم بيقدموها للحكومة، اذا فيش تكلفة، صفر التكلفة. تطبيقها الان، التطبيق، ما الحكومة شفنا تجاربها وشفنا تطبيقاتها وشفنا حتى حملت شهادات الهارفارد، للأسف لم ينعكس علمهم وثقافتهم على الاقتصاد. ليه؟ لأنه يمكن هم يكونوا غريبين عنه. الآن اللي بيحط لك هذه الخطة هم أبناء الاقتصاد، أعمدة الاقتصاد الأردني من القطاع الخاص الغيور في قطاع خاص، خلينا نعترف أنه ربما يوصف بأنه جشع في أي بلد في العالم، له فقط هدفه المصالح الشخصية وتعظيم أرباحه ولو كان ذلك على حساب كل شيء. ولكن احنا بنحكي عن قطاع خاص وطني في الأردن، عن شخصيات مرموقة عريقة وتهدف إلى إيجاد مصلحة عامة سيستفيد منها الاقتصاد، وبتلقائيا هم سيستفيدوا كقطاع خاص وكأفراد، وهذا شيء لا يعيب أحد، بالعكس الفائدة لما تعمم ويستفيد منها الجميع، هذا هو قمة الوطنية وقمة العطاء بأن يستفيد الجميع. نحن نريد أن نعزز هذه يعني الوثيقة والأخذ بها، وبعدين الحكومة تيجي تراجع تحكي والله احنا طبقنا وثيقتكم انتو يا القطاع الخاص وطلعت فاشلة، وقتها لكل حادث حديث. طيب نكتفي، نذهب إلى فاصل ثم ملفات جديدة.
الله.